السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا في موضوع الديستليشن، وهنتكلم على حاجة من الحالات اللي بنقابلها كتير في عمليات الفصل اللي بنبقى عايزين نعملها بالديستليشن، وبيبقى محتاجة تعامل خاص شوية معاها. فاحنا هن يعني الأول بس أنا عايز أراجع بسرعة الشكل اللي قدامنا ده. الشكل اللي قدامنا ده هو الفيس دايجرام اللي هو التي اكس واي فيس دايجرام والاكس واي دايجرام بتاعه المكافئ ليه للليكويد فيبر ايكوليبريم سيستم. وزي ما باين هنا احنا شايفين ان ده الفيبر سكيرف والليكويد سكيرف، والنص ده هو الويت ريجن اللي بتسمح لنا نعمل ديستليشن. يعني احنا موضوع الديستليشن كله قائم على ان انا عندي هنا في 2 فيزز بيطلعوا عند نفس درجه الحراره، واحد ليكويد وواحد فيبر، والفيبر والليكويد دوت بيبقوا في حاله اتزان. فممكن بقى في موضوع الديستليشن ان انا اعمل مراحل كتير، مرحله تسلم مرحله، فممكن ابتدي بتركيز قليل جدا واوصل لتركيز عالي جدا جدا بان انا بعمل مراحل كتير، كل مرحله بتفرق في التركيز عن المرحله اللي قبلها لغايه لما اوصل للتركيز اللي انا عايزه. وكنا شفنا في الاكس واي دايجرام مكيف ثيلا دايجرام بيبقى عامل ازاي، وبنحط هنا الاكس دي وهنا الاكس دبليو، وبنرسم التوب سيكشن والبوتوم سيكشن ازاي. كانت معتمده بشكل اساسي جدا على شكل الايكوليبريم كيرف، وكنا بنقول ان لو الايكوليبريم كيرف كان بعيد عن الاكس عن الاوبريتنج لاينز بيبقى عدد الاستيجز اقل، ولو قربت هيبقى عدد الاستيجز اكتر وكده. فده الشكل المثالي، يعني لو هو ده الايديال كيس يعني، او الشكل المثالي بالنسبه للتي اكس واي دايجرام والاكس واي دايجرام. بس في الحقيقه مش ده دايما اللي بيحصل. في حالات كتير بيحصل عندنا حاجه اسمها ازيتروب. الازيتروب ده يعني حاله من حالات الحيود عن الشكل المثالي، وده بيبقى طبيعه السيستم ان انا شغال بحاجات مواد غير مثاليه، يعني نون ايديال كومبوننتس، بتبتدي التعامل معاها بينها وبين بعض يخلي، او الانتراكشنز بينها وبين بعض بتخلي التصرف بتاعها غير مثالي. فبيظهر بقى الكلام ده في الاكس واي دايجرام وفي التي اكس واي دايجرام. فبيظهر عندنا حاجه زي اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. اللي احنا شفناه من شويه كان الفيبروس كيرف والليكويد كيرف ما بيتقابلوش غير في نقطتين، نقطه هنا ونقطه هنا، اللي هي عندها بيور كومبوننت، وبيور كومبوننت هيبقى عنده بس بويلنج بوينت، ما عندوش بويلنج رينج. لكن اللي بيحصل بقى ان انا بيحصل عندي الالتقاء بين الفيبروس كيرف والليكويد كيرف في نقطه ثالثه، اللي هي اللي بيبقى بنسميها الازيتروب دي. فالنقطه الثالثه دي بيحصل عندها تصرف غير يعني غير مثالي، مش ده اللي المفروض يحصل. وعشان كده بيبقى التعامل مع السيستم ده مختلف شويه. اولا انا لما هاجي اعمل ديستليشن، انا لو هنا وعايز اعلي التركيز هفضل ماشي ماشي لغايه لما هقف هنا النقطه دي. الليكويد ده لو انا قعدت اسخنه هيتبخر عند بنفس التركيز، يعني الليكويد والفيبر اللي في حاله اتزان عند التركيز ده تركيزهم ثابت. فلو قعدت اعمل ديستليشن هنا 100 سنه مش هيحصل اي حاجه، يعني هو التركيز مش هيعدي الازيتروبيك كومبوزيشن اللي موجود عندي ده. وده لان هو بيتعامل او بيتصرف كانه كومبوننت واحد، زي هنا كده ما كان عندي بويلنج بوينت وهنا عندي بويلنج بوينت، كان ده يعني ماده مختلفه ليها بويلنج بوينت مختلف. فالازيتروب ده بيتبخر مع بعضه كده حته واحده، فمش بيفصل بقى فيبر وليكويد مختلفين، وبيبقى الفولاتيليتي قبل غير الفولاتيليتي بعد. يعني انا لو جيت ابص هنا على الاكس واي دايجرام هلاقي ان هو الشكل ده اللي احنا متعودين عليه، بس الحته دي قلبت. ونفس الكلام هنا، انا عندي الايزيتروب هنا، الحته دي شكلها اللي احنا متعودين عليه وتحت قلبت. فانا لو جيت اعمل ديستليشن مش هعرف يعني اخر الديستليشن لغايه نقطه الايزيتروب، وبعد كده الديستليشن يفشل تماما ان هو يقدر يعمل اي حاجه. زي بالظبط لما كنا بنعمل المينيمم ريفلكس ريشيو كنا بنجيبه من بينش بوينت، يعني بنقول ان انا هوصل لنقطه الاوبريتنج والايكوليبريم اوبريتنج لاين والايكوليبريم كيرف بيلمسوا بعض. فانا عندي نفس الحكايه هنا، فانا ما اقدرش ان انا اعمل اي حاجه بالديستليشن عند التركيز ده. الايزيتروفي منه نيجاتيف او بوزيتيف، او هو ده المفروض يبقى نيجاتيف، انا اسف، او مينيمم، يعني ده بنسميه مينيمم ازيتروب لان درجه الغليان بتاعه الازيتروب اقل من درجات الغليان بتاعه الاثنين كومبوننتس. وفي ازيتروب تاني بيبقى ماكسيمم، بتبقى اعلى منه. فالازيتروب بتبقى مشكله بتقابلني في الحقيقه وانا بشتغل بموضوع الديستليشن.
فانا لو عندي حاجه زي كده لازم الاقي لها حل، او اعرف اتصرف معاها، لان انا مش هقدر اعلي التركيز من غير ما الاقي حل لموضوع الازيتروب ده. فالحلول اللي قدامنا دي اللي بنتكلم عليها دلوقتي، ان انا ازاي اقدر اتعامل مع ازيتروب في 3 حالات. في حاجه اسمها الازيتروبيك ديستليشن، حاجه اسمها اكستراكتيف ديستليشن، وفي ما ان انا ما يعني خلاص مش هستخدم ديستليشن، انا هجيب اخر الديستليشن لغايه ما اوصل الازيتروبيك كومبوزيشن واكمل بممبرين، يعني اجيب ممبرين بعد كده يفصل لي حاجه او يعدي حاجه وما يعديش التانية. فاحنا مش هنتكلم على الممبرين دلوقتي، بما ان الممبرين مش هو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. بس احنا انا بس حابب ان احنا نفهم شويه الفرق بين الاثنين دول، لان هي كانت بالنسبه لي حتى بشكل شخصي كانت حاجه ملخبطاني فتره مش قصيره يعني. فلان هما شبه بعض جدا، فالايزوتروبيك ديستليشن والاكستراكتيف ديستليشن انا بحط ماده ثالثه تساعدني ان انا احل مشكله الايزوتروب ده. الماده هنا بتعمل حاجه غير اللي بتعمله هنا، يعني الماده الثالثه دي ليها وظيفه هنا غير الوظيفه اللي بتعمله هنا. فده اللي احنا هنفهمه بقى ان شاء الله في السلايد الجايه. فاول حاجه هنتكلم عليها الايزوتروبيك ديستليشن، يعني هي فلو شيت يمكن شكلها يخض شويه بس هي بسيطه يعني. هو انا من الامثله المشهوره جدا جدا اللي احنا بنقابلها بيبقى فيها ازيتروب الميه والايثانول. الميه والايثانول لو احنا عايزين نجيب ايثانول ببيوريتي عاليه 99% ولا حاجه، فاحنا بنلاقي ان احنا عندنا ازيتروب عند التركيز ده لو بالمول، لو اللي هي حوالي 90% ايثانول، او 95% باي ماس لو احنا هنشتغل بالكتله يعني. فهو ما بقدرش اوصل لاكتر من كده بالديستليشن. ففي حل من الحلول ان انا ادخل حاجه ثالثه اللي هي البنزين. البنزين ببساطه شغلته ان هو بيعمل ازيتروب مع الميه ومع الايثانول عند درجه حراره اقل. يعني انا زي ما شفنا من شويه كده ان انا هنا ده ازيتروب وعندي 2 كومبوننتس، فبيتبخر الميه والايثانول عند درجه حراره اقل من تبخر الميه والايثانول، هو بيعمل نفس الحكايه. البنزين مع الميه والايثانول بيعمل ازيتروب عند بيتبخر عند درجه حراره اقل. فهو اللي بيعمله البنزين ان هو بياخد الميه كلها، ودي بقى الجمال بتاع موضوع الايزوتروبيك ديستليشن، ان انا بحط كميه تاخد الميه كلها وتاخد جزء من الايثانول اللي هو ده الايزوتروبيك كومبوزيشن تقريبا، يعني هو مش ده بالظبط بس المفروض الايزوتروبيك كومبوزيشن يبقى هنا. فالستريم اللي هنا ده واخد كل الميه واخد شويه من الايثانول والبنزين كله طالع، واللي طالع لي تحت بقيه الايثانول اللي هو هيبقى تقريبا نقي. فده ده الايزوتروبيك ديستليشن، هو ده اللي عمله ان هو خد شويه من الايثانول وساب لي الباقي كله ما فيهوش ميه خالص، يعني خد شويه من الايثانول ومعاهم كل الميه وساب لي بقيه الايثانول. فده ايزوتروب، يعني اللي حصل هنا ده ايزوتروب جديد ليه كومبوزيشن زي ما هيطلع بقى، يعني ده الايزوتروب اللي طالع، والميه في الاخر والايثانول طالع من غير ميه خالص. فده الكولوم بتاع الايزوتروبيك ديستليشن كولوم. اللي جاي كله بقى شغلته ان هو يرجع لي البنزين ده تاني عشان اقدر اشتغل بيه وما يضيعش، يعني البنزين ده في الاخر فلوس انا بدفعها، فانا ما ينفعش ان انا ارميه. وبعدين في هنا ايثانول انا مش عايز ارميه برضه. فالستريم اللي طالع ده فيه ايثانول وفيه بنزين انا محتاجهم. فاللي جاي ده شغلته ان انا ارجع الحاجات اللي انا طلعتها مع البنزين، يعني في التوب برودكت. فاول حاجه بيبقى عندي هنا ديكانتر. الديكانتر ده شغلته ان هو يفصل لي 2 ليكويد فيز. انا طبعا اللي عندي ده في ايكوس فيز وفي اورجانيك فيز، في فيز في ميه او بولر كومبوننت يعني، وفي ايثانول، وفي فيز تاني هيبقى فيه بنزين كتير. فالديكانتر ده بيفصل لي بقى الـ2 ليكويد فيز دول. ليكويد فيز برجعه اللي هو البنزين والايثانول والميه، برجعه هنا. والليكويد فيز التاني اللي هو اللي فيه هو ده برجعه لان هو فيه بنزين كتير، فانا مش عايز اخسره كريفلاكس يعني. والليكويد التاني ده عايز اريكفر البنزين اللي فيه، هو فيه برضو شويه بنزين انا اولى بيهم يعني. فبعمله ديستليشن بيطلع لي فيه ايثانول وميه مع تقريبا نصهم بنزين، يعني نص الستريم ده بنزين والباقي ايثانول وميه، برجعهم تاني على الريفلكس ستريم. ويرجع لي بقى هنا تحت الميه والايثانول بتركيز تقريبا 50-50، وببقى عايز ارجع الايثانول ده.
فبعمل ديستليشن، وده اللي انا كنت بقوله من شويه، ان انا بعمل ديستليشن لغايه اما اجيب اخر الديستليشن، فانا هرجعه لغايه لما يبقى عند الايزيتروبيك كومبوزيشن، يرجع بقى يتعمل له ميكسنج مع الفيد اللي داخل، ويلف اللفه تاني ويطلع لي في الاخر ميه. فالبرجين دول الاثنين كولومز دول شغلتهم ان انا ارجع البنزين، وان انا ارجع الايثانول اللي انا اللي هرب مني مع مع الايزيتروب. فهو ده السبب اللي انا محطط فيه برجين، ودي حاجه انا لازم ابقى متوقعها. طالما انا دخلت كومبوننت جديد، فانا لازم اعمل حساب ان انا هيبقى عندي يونتس تانية ترجع لي الحاجه اللي هتهرب مع الكومبوننت، او ترجع لي الكومبوننت الجديد ده. فيعني لو انا بصيت عليها كده كبلاك بوكس يعني، او كصندوق اسود، فانا داخل لي الفيد بتاعي، وداخل لي بنزين، وخارج عندي ايثانول وميه. فهو ده اللي بيطلع في الاخر من الايزيتروبيك ديستليشن. بس المهم بالنسبه لي، والنقطه اللي انا يعني حابب انها تبقى واضحه، البنزين بيعمل ايه هنا؟ البنزين بيعمل ايزيتروب، بياخد كل الميه وشويه من الايثانول، ويسيب لي بقيه الايثانول نقي. ده كل شغله البنزين. فدي اول حاجه. تاني حاجه، حاجه شبهها اللي هي الاكستراكتيف ديستليشن. الاكستراكتيف ديستليشن دي بتبقى مختلفه شويه. انا بحط برضو حاجه تانية، بس مش بتعمل ايزيتروب. الحاجه التانية دي بتاكستراكت الميه من البنزين، من الميه والايثانول. يعني انا بحط مثلا حاجه زي الجليسرول، اللي هو الجليسرين، يقابل الميه والبنزين، يستخلص، هو بيدوب الميه، فيستخلص الميه من الايثانول. انا قلت ميه وبنزين، لا، هي ميه وايثانول. فهو البنزين الجليسرول ده بيستخلص الميه من الايثانول ويطلع ايثانول نظيف. فاللي هيطلع لي فوق هنا ده ايثانول، وايثانول تقريبا نقي، ونازل لي تحت جليسرين اللي هو السولفنت، ومعاه ميه، ومعاه الحاجه اللي انا عايز اشيلها. فبعمل برج تاني، اعمل تقطير علشان ارجع الميه، اطلع الميه يعني، وارجع السولفنت ده علشان استخدمه تاني. الاكستراكتيف ديستليشن الفرق بينه وبين الايزوتروبيك ديستليشن في الفانكشن بتاعه الحاجه، الماده الثالثه اللي انا هحطها. الفانكشن هناك انها بتعمل ايزوتروب، هنا بتعمل اكستراكشن. وهنا انا مهم ان انا احافظ عليها انها تبقى عند درجه، انها تبقى ليكويد يعني، انا مش عايز ابخرها. فدي بيبقى البويلنج بوينت بتاعتها اعلى كتير من الفيد اللي انا مدخله، على عكس المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان البنزين بيطلع هو التوب برودكت يعني، كان بيتبخر اسرع من الفيد بتاعي. فهنا انا ده بيبقى ليكويد، وده بدخله فوق يعني، بدخله هنا كسكند فيد من فوق، بحيث ان الفيبرز تطلع وهو يقابلها، فياخد الميه وهو نازل. بيبقى عندي زي ما قلنا يونت تانية علشان تعمل ريكفري للسولفنت، احيانا بيسموه الانترينر، لو حد قرا الكلمة دي او الكلمة دي يبقى فاهم. فهم دول الطريقتين اللي احنا بنشتغل بيهم لو انا عندي ديستليشن لازيتروبيك ميكستشر. بعمل بقى يا اما اكستراكتيف يا اما ازيتروبيك ديستليشن. اللي احنا هنعمله ان شاء الله على اسبن بلس هو الايزوتروبيك ديستليشن. بس انا حابب الاول قبل ما نعمل موضوع الايزوتروبيك ديستليشن، نشوف لو انا عندي ميكستشر زي الميه والايثانول. انا هنا عرفت ميه وايثانول، وخليت البروبرتي سيت بتاعي اسف الميثود بتاعي هو ان ار تي ال. وعايز اعرف يعني، الكلام ده احنا كنا قلناه قبل كده، بس شايف انها فرصه كويسه ان احنا نراجع عليه، ازاي اعرف ان في ايزوتروب. فاسهل طريقه ان انا بعمل اناليسز للباينري ميكستشر، واقول له يرسم لي تي اكس واي دايجرام، واعمل ران اناليسز. ممكن بقى اختاره بالمول فراكشن او بالماس فراكشن، دي حاجه انا حر فيها يعني. فهو بيعمل حسابات دلوقتي، انا اسف. فعلي ان هو وصل تقريبا عند حاجه و80%، او قرب يعني 88% تقريبا، وابتدى الاثنين فيبروس وليكويد سكيرف يلزقوا في بعض. لو انا جيت عملتها بالمول فراكشن، للاسف بالماس فراكشن، هلاقي ان النقط دي ابتدت تتغير، لان طبعا يعني المولز غير الماسز بالنسبه للميه والايثانول. فهلاقي ان هو اترحل بقى عن تقريبا 95%،
خلاص، فدي مكافئ لده يعني. فانا عرفت ان في ازيترو. لو انا عندي بقى 3 كومبوننت سيستم، بيبقى حاجه من الحاجات اللي ممكن نعملها واللي كنا قلناها قبل كده، ان انا في حاجه هنا اسمها الترنري دياجرام. الترنري دياجرام ده ممكن اقول له يطلع لي الازيتروبس فين بالظبط، يعني في حاجه اسمها ازيتروبيك سيرش كنا قلناها قبل كده، لو انا عندي اكتر من كومبوننت. هو حتى بيقول لي هنا generate ternary map for a ternary mixture and check for azeotropes، يعني هو بيدور على azeotropes. طيب دي حاجة. طب لو أنا عملت distillation عادي ل azeotropic mixture، المفروض يطلع إيه؟ أنا عملت نفس الحكاية، أنا دخلت فيد على distillation column شورت كات وحطيت أي conditions وعندي ال azeotropic composition تقريبا، يعني هو 90%، هو 95 ال azeotropic composition، فأنا دخلته عن 90% ايثانول، وعملت شورت كات كولوم، حطيت أي reflux ratio، وقلت إن أنا عايز أعمل recovery ال 99% من الايثانول فوق وال 1% من المية فوق. فأنا عايز أعرف لو عملت distillation ده هو هيطلع لي output عامل إزاي. دي حاجة برضو مهمة، بحيث إن أنا لو مش عارف إن أنا عندي azeotrope وطلع لي output، اعرف ان ده بسبب ان في ازيتروب. يعني هو طلع لي ايرور، فهو بيقول لي ايرور في ايرور في الكولوم اللي هو الشورت كات ده، فهو بيقول لي الستيجز طالعه بالنيجاتيف. وهو بيقول لي دي بقى من الحاجات برضو اللي ممكن تلخبط شويه، هو بيقول لي اللي بيحصل ده لما يبقى الميكستشر ده سهل جدا ان انا افصل اللايت كي عن الهيفي كي. بس ده مش الحقيقة، يعني هو الحقيقة ان هو بسبب ان الميكستشر اللي عندي ايزوتروبيك، مش ان انا سهل ان انا افصل ولا حاجة. هو برضو يعني لو انا شغال بشورت كات، احنا مهم نبقى فاهمين ان هو بيطلع ارقام، مش فاهم قوي الارقام دي ايه، ولو عندي حالة زي كده هو ما بيبقاش فاهمها قوي. فهو هنا يعني مطلع لي عدد الاستيجز بالنيجاتيف، ومطلع لي الريفلكس ريشيو برقم منطقي شوية، بس ده معناه ان في حاجه غلط، ان ما اقدرش اعتمد على كده. يعني حتى لو بصينا على الستريم ريزلتس هنلاقيه مطلع لنا اللي احنا عايزينه، يعني هلاقي ان هو مطلع لي الماس فراكشنز زي ما انا قلت. انا او خلينا في الماس فلوز علشان نشوف بالظبط، انا 180 عمل ريكفر للي انا طلبته منه، ومطلع لي الايثانول بيريت بتاعته 99.9. مش معنى كده ان هو صح، معنى كده ان هو يعني لفق لي الارقام علشان يطلع لي اللي انا عايزه. فعشان كده ما ينفعش. اللي انا كنت بقولها من شويه، حكايه الايزوتروبيك سيرش ممكن نعملها هنا برضو، هلاقي ان هو بيقول لي الانبوت، هو انا هختار الكومبوننتس اللي انا شغال بيها، وهقول له والله وريني بقى الايزوتروبس فين. خلاص، فهو قال لي ان في عند 78% سلسيوس في هوموجينيوس ازيتروب، عند ايثانول 89 ما اعرفش ايه بالمول طبعا. بس فانا ممكن اخليها بالماس فراكشن، هيبقى 95.6. فيعني فاللي اقصده ان لو حد عمل ازيتروبيك او ديستيليشن لازيتروب وطلع له الارقام دي، مش معناها ان هو الموضوع سهل، لا، معناها ان انا محتاج اتشيك ان في ازيتروب ولا لا في السيستم بتاعي. طيب المره الجايه ان شاء الله هنعمل موضوع الازيتروبيك او الاكستراكتيف ديستيليشن، وهنشوف بعدها ان شاء الله لو هنكمل الفلو شيت بقى، بحيث ان احنا نعمل الكولوم ده ونعمل الكولوم اللي بيعمل ريكفري بعده، ونشوف لو هنعمل ريسايكل، تبقى فرصه كويسه نتكلم على الريسايكل لاننا ما اتكلمناش عليه قبل كده. والسلام عليكم.